فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هي سنن صلاة الجمعة القبلية والبعدية؟ أما صلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلية، وإنما من جاء يصلي ما تيسر له من باب النفل المطلق وتحية المسجد، من باب تحية المسجد والنفل المطلق. وأما بعد الجمعة ففيه راتبة، أقلها ركعتان وأكثرها أربع ركعات أو ست ركعات لما جاء في الأحاديث. وبعض العلماء يقول إنه إن صلاها في المسجد يصليها أربعا أو ستا، وإن صلاها في بيته فيصلي ركعتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا بعد الجمعة أربعا، وكان هو يصلي ركعتين في بيته. فإذا جمعت ركعتين مع أربع كم يصير؟ يصير ست. ولهذا قالوا أكثر الراتبة بعد الجمعة أربع ركعات، ست ركعات، كل ركعتين بسلام. فإن شئت تصلي واحدة أو ستا، وهو أفضل الست. وبعضهم فرق، قال: إن صلى في بيته يصلي ركعتين، وإن صلى في المسجد فيصلي أربعا. نعم.